بسم الله الرحمن الرحيم. يقول اقرأ العدد، كيف تقرأ العدد؟ لقراءة العدد بناخذ العدد، نقسم هذا العدد إلى ثلاث أرقام، ثلاث أرقام، ثلاث أرقام، ثلاث أرقام، اللي هي طبعا أحد عشرات مئات هذه الأولى، أحد عشرات مئات هذه الثانية، وهنا واحد اثنين ثلاثة، أحد عشرات مئات هذه الثالثة، وأخيرا اللي هو الواحد ده لوحده. طيب هنا دي اللي هي تسمى الوحدات، أحد عشرات وحدات، يعني تقرأ 900 هذه. أما هذه فهي 1000، أما هذه فهي مليون، وهذه بليون. طيب إذن لقراءة العدد بنبدأ من اليسار، إذن هنا 1 بليون و 650 مليون و 72 ألف و 900. 1 بليون و 600 650 ألفا و 900. هذه اللي هي قراءة هذا العدد، 1 بليون و 650 ألفا و 900.